اما هلا نيرمين بتنتقل لمحطه جدا مهمه بتهم كل الامهات. بنعرف قديش الاولاد اليوم بسنواتهم الاولى بيعذبوا، خصوصا لما يقضوا اغلب وقتهم بالبيت، فكتير امهات بتحاول تعلم ولدها بعض الاشياء، بعض الاحرف، بعض التمارين، بس بتقلك صغير ما عم يقدر علمه او نوعا ما عم يقدر يفهم عليه. التعليم المبكر شيء كتير مهم للاطفال بالسنوات الاولى، لكن في طريقه هيك فينا نقول خفيفه ظريفه، فينا ندخل اللعب شوي بالتعليم لنحبب الطفل. لنحكي عن هذا الموضوع اكثر معنا الاختصاصيه التربويه جانيت الجلاد. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. خلينا نبدا مع حضرتك من المفهوم، شو بنقصد بالتعليم المبكر ومين هي يعني الفئه العمريه اللي نستهدفها فيها؟ تمام. هلا اول شيء يسعد صباحكم. التعليم المبكر هو احد الانظمه التعليميه، يعني هو الفتره اللي بتكون ما بين نسميه مرحلة التعليم مع قبل المدرسي. يعني فينا نحن نقول التعليم ببلش أحيانا أصلا المرحلة الجنينية، بس إجمالا أغلب الخبراء حددوا هو اللي بتكون المرحلة التعليمية ما بين 3 لـ6 سنوات، اللي نحن نسميها مرحلة الطفولة المبكرة، أو نحن نسميها كمان يعني السنوات الذهبية للطفل. لأنه فعلا الطفل بهي المرحلة بهي الفترة العمرية اللي هي من 3 لـ6 سنوات بمر بفترات حساسة. هاي الفترات الحساسة اللي بمر فيها الطفل بيكون يعني الدماغ بأوج تطوره أصلا. من عمر يعني 0 لـ3 سنوات هيدا الطفل بيكون الدماغ عنده يعني بيتطور بنسبة 90%. فهي المرحلة اللي عم نقول فيها بمر فيها الطفل مراحل الحساسة، المفروض كتير نحن نشتغل هاي المراحل الحساسة. ليش؟ لأنه الطفل بيكون عنده دافع داخلي للتعلم، دافع ذاتي، بيتعلم بزمن أقل، بجهد حتى أقل، برغبة منه. فنحن يعني واجبنا نحن كأهل أو حتى كدور الحضانة أو رياض الأطفال أنه نحن نهيئ هي البيئة المناسبة للطفل. كيف؟ عن طريق اللعب، لأنه نحن بنعرف أصلاً الطفل عنده شغف باللعب، فنحن نساوي وسائل عن طريق اللعب أنه يتعلم هو عم يلعب. فالتعليم المبكر هو خاص تقريبا فينا نقول يعني بيبدا من الاشهر احيانا المرحله الجنينيه، الطفل وقت يعني بيسمع يعني دقات قلب امه او حتى اي يعني اي سلوك ممكن يصدر عن امه ببلش. بعدين عندنا كمان احنا مناهج كمان من او نشاطات للرضع، يعني احنا حتى فينا نبلش مع الطفل قبل عمر السنه وبعدين نشتغل معه يعني بعد السنه هيك لعمر 6 سنوات. وحتى نحن كمان في خبراء صنفوه لعمر 8 سنوات. صحيح. عندي مهاره القراءه الطفل ما بيتقنها ليوصل لعمر 8 سنوات. فنحن نبدا معه مبكرا، كل ما كان ابكر كل ما كان افضل. بس خليني اوقف عند نقطه كثير مهمه، يعني فضلني. في كثير احيانا استنزاف لطاقه الطفل بطريقه مختلفه من الاهالي، بيقولوا لك نحن عم نحكي عن سنوات الذروه اللي هي من 3 سنوات لـ6 سنوات، اللي هي الطفل قادر يتعلم اساسا اكثر من 6 لغات بهذا العمر. تماما. تحديدا. بس احيانا الاهل بيغلبوا بلادهم زياده، بتلاقيهم بدهم يعلموهم بطريقه يعني كمان مستنزفه للطاقه للطفل. بس لما نربط التعليم باللعب، هي نقطه خلينا نركز عليها شوي، كثير مهمه، لانه احيانا طريقه التعليم بتكون هي اللي بتاثر على الطفل، يعني مباشره بدهم اياه يحفظ، بدهم اياه يتعلم الاحرف، بدهم اياه يتعلم كم كبير من الكلمات. بتحسي احيانا الطفل خلص بده يهرب من هي القصه. بس هون عم نشوف معك اشياء فيها هيك الوان محببه، وكمان يعني فينا نحن نلعب على المظهر يعني الالوان، تمام، الجذب البصري، وبنفس الوقت نلعب على التفصيل انه اللعب هو جزء اساسي من التعليم. فخلينا نعطي بعض الخطوات لكل الامهات اللي عم يشافونا، لانه اغلب الامهات قادره تحط اليوم اولادها بالروضه، فبتلاقي اغلب الوقت بيكون بالبيت، وخصوصا هلا يعني ما في شيء شغل الطفل، يعني شغل اصلا نحن اذا ما شغلنا الطفل بيشغلنا على طول. انا هيك بقول يعني بيشغل باهله، بيشغل بامه. هلا ليكي التعليم مثل ما قلنا نحن، انت حضرتك حكيتي عن نقطه كثير هامه، انه انا الطفل وقت بصير بالابتدائي او بالمرحله التعليم المدرسي كثير بصيروا الاهل يركضوا انه انا ابني بده يتعلم القراءه، عنده ضعف بالكتابه، ما عم يمشي معي انه التعليم النظامي يعني. فنحن انا ايش بقول لهم؟ بلشوا مبكره مع الطفل. نحن وقت بنشتغل شغلات مثل مهارات تآزر البصر الحركي، بنشتغل مع الطفل تقويه عضلات ايده، لما الحين موعد الكتابه، لما الحين موعد القراءه، بنشوف الطفل تماما بيكون قادر، ما بيكون عنده هي الصعوبه انه ينتقل من سطر لسطر، ما بيكون عنده انه يعني تناسق بين الكلمات او بين الاسطر، فبتحسي عنده سهل. الاطفال اللي ما تلقوا تعليم مبكر اصلا بيكون عندهم ضعف بالتحصيل العلمي بمرحله التعليم المدرسي وما بعد المدرسي. لهيك نحن دائما بنقول نبدا مبكرا. هلا مثل ما قلتي انه اغلب الماميات صعب عليهم يدخلوا اطفالهم رياض اطفال، حتى تخيلي نسبه الاطفال اللي عم تلقوا تعليم مبكر بالوطن العربي ما بتتجاوز 15%. صحيح. 100%. بينما دول مثل سويسرا، بلجيكا، كوريا، السويد نسبتها بتتعدى 90%. فنحن يمكن حدا هلا عم يسمعني يقول لا نحن كلنا عم ندخل اطفالنا رياض،
نسبه ما بتتعدى ال 15%. لهيك نحن بنساوي كورسات للتعليم المبكر. في عندنا مناهج اصلا للتعليم المبكر، في عندنا منهج كلين دومان، عندنا منهج مونتسوري، عندنا منهج ايليا، في عندنا يعني عن ايميليا، فعندنا مناهج كثير خاصه بالتعليم المبكر. مثل ما قلتي للماميات اللي صعب عليهم دخلوا اطفالهم رياض اطفال، نحن بنساوي نشاطات منزليه بما يسمى التعليم المنزلي. خلينا نعطي فورا امثله، يعني انا شايفه مع كورونا وشايفه ملاقط، هدول اكيد موجودين بكل بيت. تماما. اذا بدنا نحكي بالادوات الثانيه. هلا اول شيء نحن مثل ما قلت لك نحن عندنا من مهارات تآزر البصر الحركي. شوفي مثلا انا عندي سفنجه، اي سفنجه موجوده عندي اياها بالبيت، ممكن تكون كبيره يعني اي مقاس عندي ما بنختلف على المقاس، بجيب اعواد الشيش مثل هلا هذا عيدان شيش بدخلها هلا هيك بهذا الشكل. طبعا نحن عم نحكي عن مهارات تآزر البصر الحركي اللي هي التنسيق ما بين حركه العين نظره العين وحركه اليد. فهلا اذا جبت انا مثل هاي اعواد الشيش ولاي فيني ادخل فيهم خرز، خرز كبير للاعمار الصغيره، وفي عندي الخرز اللي بيكون صغير هذا بيساعد على الدقه والتركيز اكثر، بيستخدمه الاعمار الاكبر يعني 5 أو 6 سنوات. اذا رح تعملي شيء مثل المعداد كانه تماما هيك شيء، او انا يعني شوفي مثلا لنفترض هلا اذا انا عندي مثل ما قلت لك خرز كبير، هلا اذا ما عندي خرز ممكن استخدم اي شيء موجود عندي بالبيت، مثلا مثل هون الازرار او الخرز البسيط. شايفه في عندنا كثير شغلات، ومثل ما قلتي انا بختار الالوان المحببه عند الطفل. هاي الالوان اللي بتجذبه للطفل مثل ما انا متعلم عن طريق اللعب. شايفه مثل هاللون ستارات ستار او ستارز او اي شيء ثاني. هلا ابسطها اذا انا ما عندي هذا الخرز، يمكن ما تكون متوفره بكل بيت، ممكن اجيب معكرونه كميه كثير قليله، ممكن لونها، ممكن اي شيء، واجي هيك دخلها. هلا شوفي يمكن هلا الطفل كبدايه مو ضروري، خصوصا اذا كان عمره صغير، رح تشوفي عم بيساوي هيك هيك، مو ضروري مباشره ندخل عنده. فهي مهارات تآزر البصري الحركي مثل ما قلتي، بيكون الطفل عم يتعلم وعم يلعب بنفس الوقت، فهيدي يعني من الادوات او الوسائل البسيطه جدا، وبتوقع متوفره بكل منزل. المهم نكون يمكن عم يعني نحاول نعلمه الارقام بالعربي بالانجليزي كمان، ممكن تماما مثل انا على طول بقول نحن مثلا مساوي انا نشاط، فهدفي بيكون براسي مثلا هون مهارات تآزر بصري حركي، مثل ما قلتي انا يمكن استغل الماث اشتغل معه مثلا بالعمليات الحسابيه او حتى العد، مثلا 1 2 3 او 2 بلس 1 ايكوال يعني، وهو يشتغل على هذا الاساس. فدائما كل نشاط بيكون عندي عليه اكثر من هدف. هيدي النشاط الاول. نشاط ثاني ناخذ مثلا شوفي مشابك الغسيل كلياتنا بنعرفها واكيد متوفره بكل بكل منزل. هلا اذا جيبها انا بجيبها بالعاده ملونه كمان مثل ما قلنا لانه الالوان تجذب الطفل، فانا بجيب هاي مثلا وبجيب الجليتر فوم كمان كلياتنا بنعرفه او المتعارف عليه الايفا. فانا اوقات بساوي سيركل او دائره يعني وبساويها بسميها دائره الالوان، وبساويها بتكون اجزاء يعني لكل جزء لون تمام، وبعدين خلي الطفل يطابق لون المشبك مع لون موجود عندي. تمام. هلا شوفي هون نحن ضغط على المشبك ادخاله وبعدين سحبه، هون كلها عم تقوي عضلات عضلات الطفل الدقيقه. عرفتي؟ تمام. هيك وبعدين فينا نقول الايد المعصم الاصابع ايوه، فوقت بصير استخدام القلم عند الطفل او مهاره الكتابه بتصير عندي ايوه تمام، بيكون عنده هي الرخاوه بايد الطفل، هي الليونه، بيكون الطفل جاهز انه انا استخدم القلم بكل سهوله. حتى شوفي مثلا نحن بنقول دائما هي المسكه الثلاثيه القلم، فهيدي كمان بسيطه. اذا انا ما عندي الجليتر فوم، ما عندي مشابك ملونه، ممكن خلي الطفل يساعدني برش الغسيل منه عم يتعلم مهاره حياتيه ومنه بكون عم بيقوي عضلات ايده. في عندي كمان هي مثلا بنسميه اللضم او الضم حسب متعارف عليه. ففي ممكن نجيب نحن شغلات عند الطفل، شوفي مثلا عندي عليه اشكال محببه عند الطفل، اي شيء يدخلها يبدا مثل ما قلتي حضرتك بالعد من نمبر 1 ليوصل، يمشي بالتسلسل يعني. هذا التسلسل شوي ما لانه الاحرف شوي صغيره تمام. هلا ليكي انا دائما بقول لما بيكون عمر الطفل صغير فبستخدم عنده الادوات او الوسائل حجمها كبير لسهوله مسكها، او حتى كمان الاحرف اللي بتكون حجمها كبير مشان يعني سهوله نظر لها. اما اذا عندي طفل عمره 5 6 سنوات بستخدم معه هيك شغله ما لها مشكله. هلا حتى الخيطان هدلون اذا انا ما عندي هيك شيء ممكن اجيب كمان المعكرونه نفسها، ممكن اجيب اي شيء دخله يعني بالهي بيعبي الطفل. ممكن حتى البنات كثير بحبوا شغلات الاكسسوارات فبيحبوا هي الشغلات كثير. كمان في عندنا شغله المقص، يعني ابسطها المقص موجود بكل منزل، ممكن استخدم انا لإلهم يعني بكون معه يديروا بالهم من قصه المقص اصلا كثير قوي الاعمار الصغيره في منهم بيكون معه معدن او بلاستيك من فوق، فبتكون هي خاصه لهدلون الاطفال. في منهم ما بيكون اصلا عندها هاي الاله الحاده بيقص عادي، فكمان هون الضغط على المقص كمان نحن عم نقوي عضلات الطفل. ممكن احنا عم نضحك لانه احيانا في بعض الاطفال بيتحمسوا زياده، ممكن يقصوا. انا بنتي عمرها 3 سنين مسكته هيك يعني
يعني عم نتقص صيامة اصابعها قوية لانه قصت لي شعري يعني قدرت تقص شعري عم نتقص. نحن في عنا مقصات ما عندها هيدي الآلة الحادة بس بلاستيك فقط. وكمان انا بقول يعني اصلا منهج مونتسوري يعني بيركز انه نحن نكون مراقبين لعمل الطفل. انه انا ما اتدخل بالشغل ولكن نكون يعني راقب عمله. فهون كمان نحن نتدخل للطفل اذا كان صار عندي او حدد له طاقته. هي جزئية كثير الطفل عنده طاقة كثير قوية عم يستثمرها بطريقة صحيحة تماما بشغلات مش مالكة موجودة بالمنزل. كمان هدول شو اذا هلا هيدي نفسها مثل ما قلت لا المكعبات البزل هلا هدلون كمان كثير بنشوف عند الطفل شغلات التشييد المكعبات المطابقة كثير كمان محببة عند الطفل. فنحن نشوف مثلا هلا انا عندي هون تطابق الاشكال نفترض هيك شيء مثلا عشان يحط جيب له مطابقة الاشكال مطابقة الاشكال منو عم يتعرف على الالوان ممكن يتعلم بيتعلم بلغتين الانجليش والعربي يعني الالوان وكمان مطابقه الاشكال. هيدي المطابقه كمان احنا عم يعني عم نركز على مهارات التفكير العليا عند الطفل. ممكن تكون المطابقه بالاشكال بدايه اذا انا عم الطفل سنتين ثلاثه عمله مطابقه بالالوان عرفتي فبعدين مطابقه الاشكال وهيك يعني. فنشتغل معه على مثل ما قلت لك مواد اغلبها موجوده بكل منزل. بدي ارجع اسالك عن نقطه كثير مهمه ذكرتيها جانيت انه فينا نبلش من الطفل من اقل من عمر سنه. هذا الطفل شو ممكن نحن النشاطات يلي نعملها معه لحتى ننمي عنده هي الادراك اللي انت ذكرتي من شوي انه بدول برا يعني عن جد نحن صرنا بنلاقي الطفل برا بعمر مثلا من سنه لثلاثه او اربعه بيفهم يعني مثلا اذا قلنا له ما تعمل هي الشغله يمكن اكثر التزاما وانضباطا من الطفل اللي مثلا موجود باماكن ثانيه. تماما هلا لكن نحن مثل ما قلت لك نحن عندنا مناهج كثير للتعليم المبكر قبل عمر السنه. في عندنا منهج اسمه منهج جليندومان. هذا منهج اصلا نحن مو موجود عندنا بسوريا على فكره بس بيستخدموه كمان اغلب الدول موجود بالجزائر كمان بنسبه كثير عاليه يعني. ها بيعتمد على بطاقات بصريه يعني بتحفز حاسه البصر عند الطفل. فانا بعرض على الطفل بطاقات بكرر هيدي ممكن تكون كلمات ممكن تكون احرف ممكن تكون حتى الصور تماما وهو الاولى بس عنده نفترض بالعربي او بالانجلش اي لغه يعني وبحفز مثل ما قلت لك عم بحفز الدماغ عنده وعم بشتغل على حاسه البصر. فانا كمان هون مهم اني انا اتعرف بهذا العمر على انماط شخصيه الطفل. في عندنا اطفال يعني بيعتمدوا كثير على حاسه السمع في اطفال كثير بيعتمدوا عندي على حاسه اللمس البصر. فانا اتعرف على نمط شخصيه الطفل واشتغل على هذا الاساس معه. اذا طفلي مثلا بحب الاصوات خليه يسمع اصوات يعني حتى نحن بنشوف ابسط الامور تلاقي الطفل عم ماسك الملعقه بالبيت وعم بيطقطق بالاصوات. حتى هيدي الشغله نحن بنشوفها بسيطه هو بيكون عم يتعرف على الاصوات عم يشوف التواتر الصوت يعني اي تجربه الطفل بيقوم فيها بيكون عم يتعلم منها شيء. فنحن نترك له الحريه نهيئ له هي البيئه. الاطفال بتختلف يعني الناس بتلاقي اطفال ذاكرتهم بصريه ذاكرتهم سمعيه. فنحن بنحاول يمكن نكتشف شو هي اهم النقاط الاساسيه اللي فينا نركز عليها لتعليم طفلنا اليوم. في عنا اصلا نحن مثل ما قلتي الذاكره البصريه عند الطفل. في عنا كثير العاب بس انا اجيب له كاسات البلاستيك كمان موجوده بالبيت وحط عليها من الاعلى. انا لو ذاكرتك جبتها بس مستخدمتها مع اطفالي بالروضه حط عليها مثل هي الجليتر فوم. خلي الطفل مثلا انا عندي اربع خمس كاسات شوفهم من هون رتب انا الالوان امامه بعدين خليه مثلا يغمض عيونه يفترض كم ثانيه وبعدين يرجع يرتب كيف كان شايفه تماما. فهون نحن نكون عم نحفز عنده الذاكره البصريه عند الطفل. ففينا يعني كثير مواد بسيطه فينا نشتغلها معهم بهذا العمر. يعني بالختام بنشكر وجودك معنا جانيتا الجلاد الاختصاصيه التربويه لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها والانشطه الحلوه اللي اكيد فادت اليوم كثير. يعطيكم الف عافيه. شكرا لك لوجودك معنا. تسلمي يا رب.